الوفاء. الله يسلم وياك. وبيض الله وجهك يا ابو محمد على اهل الكلمات. نبغى نرحب الان باحد المتسابقين واللي ما شاء الله تبارك الله اشتهر بضحكته الجميله الرائعه اللي انا في صفحات التواصل الاجتماعي ما عرفت هذا الرجل الا بضحكته مع الزميل عبد الله الراجح، اللي اتمنى قبل ان نرحب بالمتسابق ان نعطي الاستاذ عبد الله الراجح تحيه قويه لهذا الرجل المخلص ولهذا الصديق الرائع الجميل المميز اللي لا يحترق على قناة الواقع، يحترق على أخي ناصر الغامدي. يتمنى دائما ناصر الغامدي يكون ناجح، يتمنى أن أي مكان يكون في ناصر الغامدي يكون متميز، ويتمنى لقناة الواقع دائما التميز والحماس والإثارة والنجاح والوصول للقمة يستمر. فشكرا عبد الله الراجح، الله لا يحرمنا منك يا حبيب أخوك. رحبوا معي بالمتسابق الجميل صاحب الضحكة اللي إذا دق السويتش ما عاد وقفها، فهد آل بريك. ومرحبا ترحيب المطر يا فهد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بدون سلام، بدون سلام، خلي سلام بعد حاله الدنيا. سلام الله الربع. وش حالكم؟ تعز عليكم. انا ابي ادق السلف معك. كيف الحال؟ ابيك تضحك. طيب كان تبي تدق السلف جنب عبد الله الراجح بجعدك. ابشر عبد الله الراجح جوا لنا مداخله هاتفيه عشان يضحك الرجال. يا مرحبا. الله يطول حياتك ويطول عمرك. دوسري. يلا الله. ونعم. مالك جو. لا تكون من ربع سلطان. الا من ربع طلع. قريبين ولا بعيدين؟ الا قريب طلع. ولد عم. من الجماعه. من الجماعه. الله الله. ناوي تاخذ مليون مثل سلطان؟ والله نقول رجت مليون ولا حول المليون. ما انا بعي فيني شيء. البرنامج ذا ما جاز 1 مليون ريال، انسى المليون خلاص، فاز ابو سلطان سبقك يا عكاشه. لو انه ما يحصل الا وجودي مثلاتكم وشوف عبد الله الراجح وشوفكم يا حواد الغارمه، هذا ما يعد له مليون لحال. وش اللي يحبك يا عبد الراجح؟ الرجال ذا ينحب. والله اني احبه، انا رجال شفته استنست انا والله. صدق والله. اي والله بدون قصور فيكم وبدون قصور مسامع. ايه. انا اشتغل انا شفته استنست. استنست. نعم. وش اللي يضحك؟ كنت ما شفت وجهه ضحكت. انا مسر يا ابو عبد الله. علوم ولا معلمين. صدق والله. نعم. انا مسر. بغيت تعلمونها ولا بصركم. خلف الكواليس العلوم ذي. خلفكم. لا ما بخلف الكواليس. برمج تميم اخوي ومخه ما يعرف الا انا وياه بس. ايه. هذا قل صح ذا ما. طيب انا شفتك مقاطع، في مقطع شفته 4 مليون مشاهده، مقطع مليونين مشاهده، مقطع مليون مشاهده، على ضحكتك هذه تحديدا، فانت اشتهرت بها. الان يوم تروح المجمعات ولا عند القريبين والبعيدين صار يعرفونك من خلال المقطع ذا؟ صدق. اي نعم. يوم اشتهرت. يوم هناك يمشي لي طعمك في محل في الرياض معروف. ايه. والله ما بغيت اخلص رجلي. يا رجال. ما عاد خلوني امشي. لا اله الا الله. عاقبوني من اول تراني اللي مقاطع منتشر. ايه. بس ما حد مصوبي. ايه. عقب ذا المقطع ومروا علي. لا اله الا الله. اي والله. هذا يوم نقول قبل شوي البرنامج يبغى له 24 رجال شدوا الحيل وادخلوا البرنامج، تصويت مادي انت يوم الاحد. نعم. ايه. لانه هذا اللي نبغاه الان انكم تسترزقون. هي زي التجاره، الواحد لما يبغى يفتح له مغسله ملابس يتكلفه مثلا 70000 100000، يقول والله ما ادري الحي زين، خلنا نسوي دراسه جدوى، بقاله تنجح ما ناجحه. الاعلام هو اللغه السائده الان في العالم كله، هو لغه التاثير. فدام الله وصلك ما باقي لك الا خطوه، توكل على الله ولو تستدينها. شوف الكلمه هذه خذ اقولها، ترى هي جريئه جريئه وانا اقولها، والكلام اللي اقوله احتميه. الـ 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 الواحد اللي واثق من نفسه مثل الرجال ذا ما عليك سود، والله اني صادق، عنده محتوى كوميدي، عنده ضحكه زينه، طلع وبرز. فالان دخول البرنامج مبني على التصويت المادي ومبني على القيم الاخرى اللي ذكرناها بدايه الحلقه. في اما رجالا تقول هذا بعتبره مشروع مثل بقالة المفتاح، أنا ربحت والحمد لله، هم لو استلفها ولا بوفية ولا بوفي شكلها ما تحلى بوفية. والله المواريها مواري بوفية. والله ما حط جنوبي متعادلة إلا البوفية إلا البيض الجبن. طيب الله يرحم بوزناد، يجعل فردوس عامل الجنة. احس ان الرجل هذا شخصيته مقاربه لشخصيه ابو زناد، امتداد لشخصيه ابو زناد. ابو زناد رحمه الله عليه وسلم يسكن فسيح جنانه. طيب احنا يعني نبغى نرحب الان، انا ودي باخذ من كل واحد منكم مشاركه. انت بعد ما قلت خالي مهن العتيبي حبيتك زياده. والله ونعم. والله ونعم. والله احبه في الله ولله. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الان ودنا نعطي تحيه لنجومنا ومذيعينا اللي سنعلن اليوم عن بعض منهم وبكره ان شاء الله سنعلن عن الاخرين وبعد بكره ما ضحكت.